نأتي إلى زيادة أسعار البنزين. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنة وفي اجتماع المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك لربع إبريل يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 10 صباحا كالآتي: 6.50 جنيه قرش للتر البنزين 80، 7.75 جنيه قرش للتر البنزين 92، و 8.75 جنيه قرش للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. واللجنة استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021، واللذين يعتبر أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وتوصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية اللي بيمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.